بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا، يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم الحياة أخلاق، وها هي الأيام دارت دورتها، وها نحن نستقبل هلال الربيع. تشرف الربيع بك يا شفيع، حين أقبلت يا هلال الربيع أقبلت ذكرياتنا تتبسم تتهادى، وأفقها يتهادى، والأماني أوشكت تتكلم، وحديث الإيمان رق مع الروح، فأضحى وجودنا يترنم. أي فجر أطل بعد ظلام، أي هدي أهل بعد تجهم، تلك ذكرى فقف بنا. هل رأيتم مثل أيامها أجل وأكرم؟ إنها ذكرى ميلاد الحبيب المرجى، وعليه صلى الإله وسلم. ها هي الأيام دارت، وها هي الشهور مرت، وها هي ليالي المولد أقبلت علينا، ليالي الاحتفاء والاحتفال بسيدنا رسول الله. يقول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأعظم فضل تفضل الله به على أمة الحبيب الشفيع أن جعلنا الله من أمة رسول الله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن جعلت أحمد لي نبيا. شرف عظيم وفضل كبير إن احنا عبيد لله ومن أمة سيدنا رسول الله. نفرح بالنبي ونسعد بالنبي ونصر بالنبي، لأن من فرح بالنبي فرح النبي به، ومن سر بالنبي سر النبي به، ومن سعد بالنبي سعد النبي به. طلعت بمولد والد الزهراء شمس الهدى وطوالع السراء، وبنوره اكتست العوالم بهجة، وسرى نسيم الأنس في الأرجاء. الكون كله تغنى فرحا بمقدم رسول الله. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. كيف نحتفل بميلاد رسول الله؟ خلينا نشوف بعد الفاصل، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومواله. رجعنا لكم تاني. بيكثر الجدل كل سنة عند ميلاد سيدنا رسول الله ببعض الناس المنتسبين للعلم، يقول لك إيه، ما ينفعش نحتفل بمولد النبي. لا، إحنا هنأصل المسألة وهنقول لك إن الاحتفال بمولد سيدنا النبي هو احتفال لنا نحن، مش إحنا بنحتفل بالنبي، ده ربنا احتفل بالنبي. وربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي في القرآن الكريم:
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو لولا سيدنا النبي كنا قرأنا القرآن ولا عرفنا السنة؟ هو لولا سيدنا النبي كنا سجدنا ولا عبدنا الله؟ هو لولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كنا عرفنا يعني إيه قرآن ويعني إيه سنة ويعني إيه قال رسول الله؟ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول لولا هذا النبي لكنا مجوسا. فربنا أخرجنا من الظلمات إلى النور ببعثة رسول الله بدليل القرآن. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم يعني الناس، كنت خلاص داخلين النار لا محالة، فأنقذكم منها. بمين؟ قالوا علماء التفسير فأنقذكم منها ببعثة رسول الله. نحتفي ونحتفل برسول الله مش بأكل الحلوى وبس، لا، أن نعلم أولادنا سنة النبي، أن نربي أولادنا على محبة النبي. إيه المانع يوم المولد النبوي الشريف أو في شهر المولد في شهر ربيع الأول عموما نحن نجيب أولادنا ونقرأ كل ليلة أو كل حتى أسبوع أو على الأقل ليلة المولد نقرأ جزء من السيرة النبوية، نربط قلوب أولادنا بسيرة رسول الله. ما أنت بتحب النبي، هو حب النبي ده كلام ولا حب النبي اتباع؟ حب النبي اقتداء. اللي بيحب حد لازم يقرأ عنه، لازم يتعرف عليه، تعرف على شخصية سيدنا النبي. النبي كان بيتعامل ازاي في بيته، كان بيتعامل ازاي مع زوجاته، مع أولاده، مع بناته، مع أحفاده، مع الصحابة، مع الحجر، مع الشجر، كان بيتعامل ازاي سيدنا النبي مع الحيوان، مع النبات، كان بيتعامل ازاي مع البيئة، مع المجتمع، مع الناس، كيف كان تعامل النبي؟ هل كان النبي طيلة الوقت في عبادة ومنقطع عن الناس؟ أبدا والله، ده كان سيدنا النبي مع الصحابة متعايش معهم، متعايش حتى مع غير المسلم. هو ده الاحتفال الحقيقي بسيدنا رسول الله. وسيدنا النبي كان بيصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فسألوه يا رسول الله لما تصوم يوم الاثنين ولما تصوم يوم الخميس؟ شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم قال يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه. يبقى النبي احتفل بيوم مولده بأن صامه، يعني صام يوم المولد اللي هو يوم الاثنين، كل أسبوع يصوم يوم الاثنين. ليه يا سيدنا النبي؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. وسئل عن صيام يوم الخميس فقال يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. يبقى الاحتفال بسيدنا النبي بالعبادة، إيه المانع نحن نجتمع في مسجد في ربيع، نجتمع في بيت حد من أصدقائنا، إيه المانع إن احنا نجلس نقرأ القرآن ونتدارس السيرة النبوية العطرة ونستمع لمديح سيدنا النبي؟ تسمع المديح، المديح ده بينعش القلب، بيخلي الروح ترفرف، بيخلي النفس سعيدة، بيخليك عايش مع الأجواء المحمدية النبوية المصطفوية، خليك تصلي على سيدنا النبي، بتذكر ربنا. أقصر الطرق التي تقرب الإنسان من رسول الله كثرة سماع مدحه الشريف. لما تسمع المدح كتير يقوم قلبك إيه؟ ينور، يقوم قلبك يبقى موصول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا مانع أبدا إن احنا نحتفل بسيدنا رسول الله. وسيدنا النبي له حقوق علينا، هنبين الكلام ده في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. إيه حقوق سيدنا النبي علينا؟ نعمل إيه عشان نقوم بحقوق النبي علينا صلى الله عليه وسلم؟ أروح فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني
مع الفقرة الفقهية، أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا. ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل: كيف نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده الشريف؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد، أن طاعة سيدنا رسول الله ومحبة سيدنا رسول الله تكون باتباعه. ربنا يقول لنا في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ربنا يقول لنا في القرآن على لسان سيدنا النبي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لما أنت بتحب النبي علمت الحب الاتباع. طب لو اتبعت النبي إيه الثواب اللي هيعود عليا؟ يحببكم الله، ربنا يحبنا، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يبقى نطيع سيدنا النبي باتباعه، نطيع سيدنا النبي بالاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شوف الآية الكريمة، ربنا يقول لنا في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لما تطيع حضرة النبي وتستن بسنته وتمشي على دربه ونهجه وهديه وسمته، يبقى أنت كده بتطيع ربنا. طب لما تطيع حضرة النبي: ومن يطع الله والرسول ثوابه إيه؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. لذلك سيدنا أنس بن مالك يقول لك إيه: ما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بقول النبي أنت مع من أحببت. ليه يا سيدنا أنس بتقول كده؟ يقول لك إيه: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر ولم أعمل بعملهم وأرجو أن أحشر معهم. فربنا يجعلنا محبين لسيدنا النبي، طائعين لسيدنا النبي، متبعين لسيدنا النبي، مقتدين بسيدنا النبي، ويجعل هوانا في الذي يهواه رسول الله. اللهم أمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.